تعمق جالما جالما في وسط الليالي مظلمة يا لامي الخيي ضلا وغير البارح وانا نسمع في الضربي يا وقلت منا مراني غير نشري ونبيع البارح وانا نسمع في تقربي يا وقلت منا مراني غير نشري ونبيع حليت عيني صبت على العين الطبيعة من عمي والقزادر وسط زرزيق عايمة عايمة وجالمة نوضت عمق جالمة وجالمة في وسط الليالي مظلمة يا خي وجالمة نوضت عمق جالمة وجالمة في وسط الليالي مظلمة صحة يلا نهار كاين وثلث ايام ناشفة اليوم يجي والحومة الكل عارفة نهار كاين وثلث ايام ناشفة يا خي اليوم يجي والحومة الكل عارفة ولا عجايز ولا عويت قاد واقفة يا ابن عمي والرجالة مع الخبيزة هايمة هايمة وجالمة نوضة عمة جالمة نوضة عمة جالمة في وسط الليالي مظلمة ويا ابن عمي ويا سعد اللي كسبتي الدوش صباح ويسقي العشية والمرداسة حتى تخشى نقية يا بن عم وانا اتوضى بالديمومة يا محبوس خيي وجالمة وضت عمر جالمة يلا 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 وجالمة في وسط الليالي مظلمة ويا بن عمي وجالمة وضت عمر جالمة جالمة في وسط الليالي مظلمة اليوم يجي على 12 غير ربع وشتو شريك البيادن والقرع والولو اليوم يجي على 12 غير ربع يا ابن عمي وشتو شريك البيادن والقرع اللي ساكن لتحت ما يمنع يا خي واللي ساكن الفوق زهرو في الحماوة خي وجالمة نوضت عمة جالمة نوضت عمة جالمة في وسط الليالي مظلمة يا ابن عمي وجالمة نوضت عمة جالمة نوضت عمة جالمة في وسط الليالي مظلمة يا خي خي